ان شاء الله هنشوف مع بعض الاسماك اللي موجوده هنا عند محل ابو احمد، محل اسماك ابو احمد هنا في سوق الانصاري. يلا بينا نشوف الاسعار بقى الايام دي عامله ايه، وكمان انواع الاسماك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم ابو احمد؟ الله يخليك يا فندم. عايزين نتعرف مع بعض على الانواع اللي موجوده عندك الايام دي بقى. والله انا عندي لوك كنال بسم الله ما شاء الله، لسه جاي اهو. لوك كنال بسم الله ما شاء الله. تمام. صلي على النبي الاول، صلي على النبي الاول، صلاه النبي احسن. صلي على النبي، صلي صلي على النبي، صلي صلي على النبي، صلي صلي على النبي، صلي. ده عامل 85 بالتنظيف و80 واجب. ده كنال، ده كنال. وده عندي مزارع اهو، ده مزارع بكام الكيلو؟ ده عامل 70. 70 و85 بالتنظيف كنال، وادي المزارع. ده سمك لسه جاي، بس ده مزارع، ده بيعمل 70 جنيه عندي. سمك تبارك الله ما شاء الله. ده مزارع، ده مزارع تبارك الله. عندي كشر جميل جدا. كشر، كشر ده بيعمل 120، بيعمل 120 جنيه عندي. عندي شعور، شعور سمرار، معلش بقى يعني سامحونا النهارده في الثمن، عامل 150. ايه ده ليه كده؟ والله طالع النهارده غالي، وبعدين النهارده اي سرق جمعه ومفيش، جو شتاء والصيادين مسافرين. يا اسعار السمك عامة شادة الايام دي؟ كل الايام دي بقاله 3 4 ايام كده واسبوع سمك قليل، سمك قليل. امتى الواحد يجي يا عم واحد؟ نعم؟ امتى الواحد يجي يعني؟ امتى الواحد يجي يشتري؟ يعني الاسعار دي ما الجو بيدفي، لان هو الشتاء السمك بيبقى قليل شوية. اه الشتاء السمك بيبقى قليل، بس شايفة جودة السمكة ازاي يعني بسم الله ما شاء الله. شعور تبارك الله، يعني هي السعر اللي مزعل الكل. اه تبارك الله بسم الله ما شاء الله، يعني ما شاء الله. حتى الاحجام الكبيره اهي ده نفس السعر الاحجام الكبيره؟ ده نفس السعر، نفس السعر. صغير زي كبير؟ صغير زي كبير. ده مش كبير، ده بس مش كبير. يعني الحته طالما ما وصلتش الخمسه خلاص. دي قد ايه الواحده؟ نعم، يعني دي ممكن تطلع 4 كيلو. تمام. تقريبا 4.5، دي تطلع 2.5. ده عندي اهو، وادي السمك بعد ما نضفناه، والزبون اوبشن موجود عندي اهو. حاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نفاره حلوه. نفاره؟ نفاره بسم الله ما شاء الله تبارك الله. من فصيله المرجان؟ من فصيله المرجان، عندي المرجان برضه. الطعم احلى هي ولا المرجان؟ والله الطعم واحد، الطعم واحد، بس ده احنا بنقول عليه نفاره وده مرجان. في ناس بتبيع على قد ان هو مرجان، لكن هو مش مرجان، دي نفاره. بكام الكيلو فيها؟ ده انا بيعه ب 120 النهارده، ده بيعه ب 120. تمام. عندي مرجان اهو، ده مرجان ابو ادب، ده بتاع السويس. ها ده بتاع السويس لسه جاي بسم الله ما شاء الله، اللون الوردي الجميل ده حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله. ده بيعمل 150 160، بس حاجه تبارك الله، يعني هي الجوده باينه، ادي سبق الجوده، هي الفرق في كل الجوده باين عليها يا عم. عندي حارس اهو، الحارس السويسي ده اكبر حاجه؟ ده اصغر، لا في اكبر من كده، في اكبر من كده. ده عامل 70 جنيه عندي النهارده. 70 جنيه. 70 جنيه. تمام. ماشي. وده طبعا براك. ده براك بسم الله ما شاء الله. ده بيعمل 90 جنيه، ده براك بيعمل 90 جنيه. 90 جنيه 70 جنيه. حاجة بسم الله ما شاء الله. دي عندي دي انشا، دي اسمها انشا، انش بياض. دي انشا، انشا انشا دي انشا، من فصيله البياض، من فصيله مز البياض، من فصيله مز البياض. ده حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني بكام الكيلو فيها وبتتعمل ايه؟ ده بيعمل 100 جنيه، ده بيعمل 100 جنيه، وممكن ابيع ب 90 عادي. بتعمل ايه يا عم بقى؟ جزر يتقطع مثلا، عاوز تعمليه سنجاري ماشي، عاوزه تقلي ماشي. عاليه او وشوربه برضه بيها. تمام. دي دبارة، دبارة بس دي مزارع وبطرخة، دي مبطرخة بالوحدة زي ما انتم شايفين. امتى البطروخ خلاص؟ خلاص هو البطروخ في النهايات، يعني مثلا 10 ايام ما تلاقيش حاجة مبطرخة. 10 بكام الكيلو؟ بكام الكيلو يا عم واحد؟ نعم بكام؟ بتعمل 65، بتعمل 65. ماشي. عندي سوبيا فلايك صاحية، ما شاء الله صاحية لسه بتاع النهاردة، دي بتعمل 140 جنيه. 140 جنيه، 140 جنيه ما شاء الله، يعني حاجة تبارك الله بسم الله ما شاء الله. صلي على النبي، صلي صلي على النبي، صلي. حلوه صلاه النبي، حلوه صلاه النبي، حلوه صلاه النبي، حلوه صلاه النبي. معانا هنا بقى الشمار،
ده شبار طبعا مزارع، وده المرجان حاجه بسم الله ما شاء الله، هنصور ثاني يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. ودي نفاره ودي النفاره مسحوبه بكام بقى شبار؟ الشبار عندي بيعمل 30 جنيه. 30 جنيه. دي بياض؟ بياض. دي بياض نيل. دي بياض نيل. دي بتاعي. دي بياض نيل. عاملة كام؟ ده بيعمل 60 جنيه. بتعمل ايه البياض؟ بتعمل شوربة أو قلي أو صينية. بتتسلق؟ لا مش شرط تتسلق، عاوز تسلقها مش لازم يعني؟ مش لازم. قلي أو صينية؟ أو قلي أو صينية. ودي كده كانت الاسماك اللي موجوده. صلي على النبي، صلي صلي على النبي، صلي 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 صلي. حلوه صلاه النبي، حلوه صلاه النبي، حلوه صلاه النبي. صلي على النبي صلي. يعني يا عم احمد اهو محل اسماك عم احمد، ودي ارقام التليفونات زي ما احنا شايفين اداره ابو احمد. صلي على النبي صلي، صلي على النبي صلي. لخصت المتابعه، واتمنى ان شاء الله لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك. صلاه النبي، صلاه النبي، صلاه النبي. والسلام عليكم ورحمه الله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.